تفقدت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني قاعة الطفل بمعرض القاهرة الدولية للكتاب في دورته 55، والذي يختتم فعالياته غدا الثلاثاء 6 فبراير الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس. وشاركت وزيرة الثقافة أطفال معرض الكتاب 2024 للاحتفال بيوم فلسطين. وشهدت وزيرة الثقافة عرض فلسطين على مسرح بلازا 1 بمعرض القاهرة للكتاب.